مدينة القماش. صباح الخير، تعالوا معنا في مدينة القماش لنتعلم معنا اسم جديد. اليوم تجمع الأصدقاء للتعرف على معنى اسم جديد. ذهبوا إلى محطة القطارات ليأخذوا قطار المعاني. لما لا نلحق بهم ونتعلم معهم؟ ألف، سين، راء، آسر، مصنع المعاني، آسر يعني شريف وكريم، والقائم بفعل الأسر أو الذي يخطف القلوب من محبه. آسر اسم جديد ومعنى جديد في مدينة القماش.